في سنوات تعليمك الأولى كيف كانت؟ مدرستك كانت عاملة ازاي؟ مذاكرتك كانت عاملة ازاي؟ أساتذتك كانوا عاملين ازاي؟ والله أنا متهيألي من الجيل المحظوظ اللي لاحق يعني مصر في عصر رائع الحقيقة، وذكرياتي كلها إيجابية الحقيقة، رغم إن ما كانش عندنا تقريبا حاجة من اللي يمتلكها الشباب في الوقت اللي احنا فيه، إنما كنا أسعد حظا وأسعد حالا وراضين وقانعين جدا كلنا مش أنا بس يعني، وكانت الدنيا أهدى بكتير. من حيث التعليم انا اتعلمت في مدارس حكوميه، كان ايامنا عيب ان الواحد يدخل مدرسه خاصه، ده للي بيعتبروا محتاج مستواه ضعيف، اللي هو محتاج مساعده زياده يعني. انما احنا المدارس النخبه كانت المدارس الحكوميه، ممكن نتكلم على الاورمان والطبري والسعيديه والابراهيميه. المدرسه الابتدائيه كانت ايه؟ لا انا كنت في ابتدائي في مدرسه القوميه اللي في الزمالك، وبعدين اذكر ان سمعت والدي بيكلم والدتي يقول انا عاوز الولد يعني يبقى راجل كده، فندخله بقى مدرسه مختلفه، ونقلني مدرسه الزمالك الاعداديه اللي هي مدرسه حكوميه لازالت موجوده في شارع ابو الفدا. وبعدين انتقلنا لسوريا، والدي اشتغل في جامعه حلب. فروحنا حلب، كنت انا في الاعداديه، قعدت في مدارس عسكريه حكوميه، يعني مدرسه اسمها عبد المنعم رياض في مدينه حلب، وبعدين الثانويه المامون العسكريه، كانوا بيقصوا لنا شعرنا ونقف طابور. ضبط وربط يعني. ضبط وربط في ثانوي. هناك المستوى اللغه العربيه ارتفع بقى جدا، لان هم مهتمين اكتر باللغه، بس كلها مدارس حكوميه يعني في طيله المرحله دي. وبعدين جامعه القاهره، دخلت هندسه القاهره. كنت بطلع الاول والله 5 سنين في الهندسه، وتعينت معيد، وبعدين دخلت الجيش، درست في الفنيه العسكريه شويه ايام الجيش، وبعدين وفتره اساس وكل وضرب النار وكل القصه دي. وبعدين لما خلصت بقى الجيش كنت جاي لي منحه من جامعه عريقه جدا في امريكا، وكانت جت مره وانا في سنه ثالثه، ما استنونيش لما خلص، كانوا هم اللي بيجوا يكتشفوا يعني الناس الطلبه اللي هم فالجامعه دي القبول فيها في حد ذاته يعني صعب جدا، فما بالك بقى ان هم مش بس بيقبلوك، ده بيدوك منحه من كامله من المصاريف، ويدوك مرتب كمان عشان اقدر اعيش. فرحت امريكا في سنه 81 عشان نعمل بقى الماجستير والدكتوراه جامعه زي دي. فعملت 2 ماجستير هناك، واحده في الهندسه واحده رياضيه تطبيقيه يعني ابلايز، وبعدين الدكتوراه، كل ده في 4 سنين وبس. وابتديت بقى اشوف طب الخطوه الجايه تبقى ايه، فقلت اروح اعمل ابحاث في معهد كبير قوي في امريكا اللي هو الام اي تي او في الهندسه يعني في بوسطن. وبعدين طب لا انا عاوز ابقى انافس الجماعه دول الامريكان واثبت ان انا يعني اقدر. فهناك بقى لا في مجامله ولا في قرايب ولا في وانا اجنبي كمان. فالمهم قدمت في جامعات كتير، وجامعه الينوي جامعه نمره من الثلاثه الاوائل في الهندسه بالذات في الفرع ده، تعينت فيها سنه 85 86 بالظبط. وانا فاكر يعني يوم بعد ما نافست 300 واحد تقدم وخدوك وكده، ده كان انجاز كبير جدا. فكده بقيت مدرس في جامعه الينوي. وانا فاكر اول كلمه قالوها لي، قالوا لي بص احنا سعداء بيك جدا وكل حاجه، بس انت هتقعد 6 سنين تحت الاختبار. 6 سنين؟ فانا ذهلت، 6 سنين مش لسه معينني؟ قال لك لا، هو النظام العادي عندنا كده، احنا ما نثبتكش قبل 6 سنين.